شغفنا بقطر وشعبها هو الدعامة الراسخة لنجاحنا ومصدر الإلهام الذي يدفعنا كل يوم للارتقاء نحو آفاق جديدة. هذا ما قاله محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي للعمادي للمشاريع، ولا شك في أن هذا الشغف ينعكس في مشروعات الشركة الكبيرة ومنها مول الحزم. يقع المركز في منطقة دحل الحمام ويجسد مفهوماً جديداً في عالم الرفاهية، إذ بني برؤية وأفكار قطرية بحتة ليضاف إلى سلسلة المشروعات المميزة في قطر. يضم المول أرقى العلامات التجارية العالمية والمنتجات الفاخرة ومتاجر الأزياء الراقية، فضلاً عن مطاعم ومقاهي عصرية ضمن بيئة داخلية أنيقة وبناء تميز بتصميمات أوروبية كلاسيكية. تصل المساحة المبنية إلى 158 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة القابلة للإيجار 43 ألف متر مربع ومساحة المبنى 46 ألف متر مربع. يحتوي المول على 15 ردهة تسهل الانتقال لزواره، وتسعة وثلاثين مصعداً، وثمانية سلالم كهربائية متحركة، فضلاً عن موقف سيارات تصل مساحته إلى 60 ألف متر مربع. لا يخلو المول من المساحات الخضراء التي تتسم بها الحدائق المركزية والأزهار المحاطة بأشجار الزيتون الشامخة. وتضم الحدائق نظاماً حديثاً للتهوية الخارجية وأرضيات من الرخام الأبيض تتيح امتصاص الحرارة، مما يجعلها وجهة رائعة لقضاء أوقات هادئة أو تناول المأكولات في الهواء الطلق، كما أن التنزه بين الأجنحة الخارجية والأكشاك المظللة يجعل الزائر يستمتع بإطلالة بانورامية. لا شك في أن مول الحزم يعد وجهة جاذبة جديدة لسكان الدوحة وزائريها أيضاً، تتيح لهم الاستمتاع بما يقدمه من منتجات وخدمات راقية.